بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبائي في الله في قناة منير طنجي. كما تشاهدون أحبائي في الله، في هذا الفيديو خصوص للقمر الدموي، حاولت أن أسرع لكم الفيديو لأن الفيديو طويل، استمر هذا الخصوص لبضع ساعات حتى يكتمل. يعني مشهد من أعجب المشاهد التي تحدث لهذا الخسوف القمر الدموي الأحمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حول هذا الخسوف عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام والركوع والسجود ما رأيته قط يفعله، وقال: هذه آية التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. رواه البخاري. فلهذا يجب على كل مسلم علي أن يستغفر ويتوب حول هذا المشهد من أعظم مشاهده، وهو الخسوف القمر الدموي، سواء كان خسوف أو كان كسوف. الآن بعد قليل سوف يكتمل الخسوف القمر الدموي بشكل كامل لكي يصبح لونه باللون الأحمر. سبحان الله على هذه الآية العظيمة والتي يرسلها الله سبحانه وتعالى لعباده لكي يتوبوا إليه ويستغفروا من كل الذنوب. الآن أصبح القمر الدموي مكتمل باللون الأحمر، مشهد من أعظم المشاهد في هذا الكون الفسيح. فسبحان الله على هذه الآية العظيمة.